وفرحنا بو بعد غيابه وبقاله زمان غنوا شهر طول وغنوا أهلا رمضان رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو حلو جدا. بصوا بقى، الفيديو ده كله نشاط وطاقه كده وحيويه كده. بصوا، مش عايزه اقول لكم بجد الفيديو ده يعني روتين جامد جدا. ده طبعا تكمله الفيديو اللي فات. احنا طبعا بدانا تنظيفات في المطبخ في الفيديو اللي هو اللي فات ده. ده كان اول فيديو تنظيفات في المطبخ. فده بقى الفيديو التاني. انا طبعا الفيديو اللي فات انا قلت لكم ان انا هقسمه على اتنين علشان ما يبقاش طويل عليكم، تمام كده؟ يلا بقى عشان نتشجع كده مع بعض. اللي اول مرة بقى يشوف القناة ويشوف قناتي يخش كده ياخد جولة في قناة اخته كده، ولو عجبته يشترك ويدوس على علامة الاشتراك اللي باللون الاحمر ويفعل جرس التنبيه علشان اول ما انزل لكم فيديو يوصل لكم اشعار بيه على طول. بس كده، ما تنسوش بقى طبعا اللايك، علشان اللايك ده بيرفع من فيديو وبيخلي اكبر عدد يقدر يشوفه من الناس. تمام كده. وطبعا كل حد بيشترك عندي جديد، انتوا طبعا على راسي من فوق، ام واخت كلكم طبعا مشرفيني ومنوريني في عيلتي التانية. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. اللي لسه ما اشتركش بقى يا بنات يخش بقى يشترك كده علشان ينورني بقى ويشرفني كده في القناة ويسيب لي تعليق يقول ان هو جديد علشان ارحب بيه. كده اول حاجة زي ما انتم شايفين الحوامل دي بتاعت التربو. التربو ده كده جنب التلاجة، درفة طويلة كده فيها الايه الاستندات دي، يعني فيها الحوامل اللي انا بغسلها دي. فانا قلت بقى كده ايه اغسلها معاكم كده عشان نتشجع ونشجع بعض. انتوا عارفين بقى الفيديوهات اللي بتنزل اليومين دول فيديوهات كلها تشجيع كده وروتينات كده علشان بننظف في الشقه وبننظف جزء جزء. طبعا انا عملت المطبخ في الفيديو اللي فات، والفيديوهات اللي قبل كده عملت فيها الغرف بتاعه النوم وغرفه الليفينج وغرفه الاطفال. طبعا فاضل لي الصاله او الريسبشن، ده هعمله. بس انا طبعا ما رضيتش اعمله. ليه بقى يا بنات؟ لان انا بطلع الحاجات اللي هي الادوات بتاعه المطبخ كلها بطلعها في الصاله، فطبعا ما رضيتش ان انا اعمل الصاله لان انا لو عملتها حرام هترجع تتبهدل تاني. فقلت لا، يعني استنى لما اخلص المطبخ خالص وبعد كده اروح عامله ايه الصاله معاكم. بس فالنهارده بقى قوي ان شاء الله كده زي ما انتم شايفين هنخلص بقى الجزء اللي فاضل ده من المطبخ. احنا عملنا طبعا الفيديو اللي فات عملنا الجزء اللي فوق كله بتاع المطبخ، يعني فضيناه كله وغسلته ونضفته كويس جدا. واللي اتفرج على الفيديو طبعا شاف الكلام ده كله، واللي لسه ما اتفرجش طبعا يخش ينورني ويشرفني وطبعا يقول لي رايه في الفيديو ايه. اهو بقى زي ما انتم شايفين كده انا خلاص اخر رف ده معي او اخر حامل ده معايا بغسله بالشكل ده. وبعد كده بقى هنشوف هنعمل ايه تاني. تعالوا بقى ننضف بقى مكان التربو. بصوا بقى بين كله تراب ازاي، لان انا مش بعمله على طول، فاهمين قصدي؟ اولا المكان بتاعه ضيق جدا زي ما انتم شايفين كده، فانا مش بنضفه على طول. بس فقلت بقى اعمله معاكم كده عشان نشجع بعض ونشوف ايه اللي ورانا بقى ونعمله كده. واحنا خلاص اتفقنا ان احنا مش هنسيب اي حاجه في المطبخ مش نظيفه، تمام كده. بصوا بقى كان في تراب كتير انا كنسته، بعد كده جبت كوبايه فيها ميه كده دلقتها على نفس المكان ده وحطيت كده شويه اوكسي مسحوق وقلت بقى ايه انضفه معاكم بالشكل ده. طبعا بصوا عايزه اقول لكم المكان ضيق جدا والدرفه كمان مش مساعداني، فاهمين قصدي؟ لان الدرفه ما بتتشالش وما بتتفتحش. فانا جبت بقى ايه العصايه اللي هي بتاعت النشابه دي وقلت بقى ايه كده اعمل بيها. بصوا بقت زي الفل، فل يا شمع منوره زي ما بيقولوا. ايه رايكم بقى يا بنات؟ خلاص بقى كده خلاص انا خلصتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقت فل بصراحه نضفت جدا. بس بصوا بقى ما تنسوش بقى اللايك يا بنات. تعالوا بقى نبص الدرفه دي من جوه. بصوا عامله ازاي، مش نشوفها خالص بقى. هنمسحها كده مع بعض، هنغسلها يعني بالاسبونشه كده مع بعض
زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا حاطه الرقص الوان، وحاطه كمان شويه اوكسي مسحوق، بس بعد بقى ما غسلتها من جوه بقى ومسحتها، هنعملها بقى من بره بالشكل ده. خلاص بقى، بصوا انا بغسلها بالصابون، يعني بغسلها بالصابون والاسبونشه، علشان دي طبعا تنظيفات عميقه، لكن غير كده انا مش بعمل كده يعني في الظرف دي، لان هي طبعا من بره لميع، فغلط ان احنا نغسلها بالسلك يا بنات، نخلي بالنا من الموضوع دوت. انا بغسلها بس بالاسبونشه كده، وحبه مسحوق، حبه كلوركس الوان بس، وبعد كده اجيب طبق في ميه واقعد بقى ايه اعصر الفوطه وامسح والم الصابون وامسح، وبعد كده فوطه ناشفه خالص، وبروح لما ايه بيها لو في منديه كده ميه او حاجه بمسحها بقى بالفوطه دي اللي انتوا شايفينها الصفرة دي. بس عملت بقى كده برضو نفس الكلام في الدرفة اللي هي كان فيها الحلل دي، برضو غسلتها كده، وبعد كده برضو ايه بلمها بالفوطة ديت وارجع اشطفها، وبعد كده اروح ايه عاملها بالفوطة الناشفة زي ما انتوا شايفين كده. بصوا بقت زي الفل. لسه بقى عندك وقت، بص ما يعني ما تخافيش وتقولي لا انا يا ده الناس كلها خلصت وانا لسه، لا انا لسه اهو شغاله ولسه بنزل لكم فيديوهات. في ناس كتير على اليوتيوب خلصت، بس انا لسه، لان لسه في وقت، هتعملي بدري قوي هتلاقي الحاجات بهدلت معاكي. تمام كده، انا خلاص بقى غسلت الدرفه من بره. عايزاكم بقى يا بنات بقى تباركولي كده، الدرف دي لسه مركباها جديد، لسه مركبه الدرف دي جديد. الدرف دي الاول كانت بني، فانا شلتها وركبت هي البيضه دي، ولسه طبعا بالورق بتاعها، ولسه الاوكر بتاعتها ما ركبتش، او الايد بتاعتها اللي احنا بنحطها ديت المقابض لسه ما ركبتش، فقلت لا لازم بقى اشيل ايه الورق ده معاكم كده وافتتحه كده معاكم، يبقى الافتتاح الاول ليه بالنسبه لتشيل الورق بتاعهم قدامكم، يعني نبقى مع بعض كده. بس خلاص بقى، بما اني بقى الدرفه دي عميقه لجوه كده، فايه مش بطولها قوي، فقلت بقى اعملها كده برضو بالنشيبه بالشكل ده، والورق ده ما شلتهوش. بصراحه يا بنات يعني حلو جدا وحامل رف كده ومش مضايقني في حاجه، بس الحته اللي اتقطعت دي لان السكرمه شدتها قطعتها، فقلت مش مشكله لو لقيته قدامي يعني هجيب تاني والزق، يعني الزق جزء على الحته اللي هي مقطوعه، لكن هو بصراحه حلو وعملي. تعالوا بقى نشيل اللزق كده، بصوا بصوا بيلمع ازاي، بصراحه حلو جدا اهو يا بنات. طبعا لسه الاوكر ما ركبتش، ان شاء الله تركب كده، جوزي بس يفضى كده باذن الله ويركب لي الاوكر بتاعته. بس قلت بقى لازم اشيل الورق بقى كده معاكم، علشان بقى تشوفوا بقى الدروب بتاعتي. انا بس عايزه اقول لكم ان الدروب دي المفروض كانت اتعملت من سنه، بس مش مشكلة. الحاجة بتتعمل في طول بال، بس برضو ايه مش مهم، الواحد ايه يعني يعمل كده حاجة حاجة والحاجة بتخلص. خلاص بقى ركبت كده الحوامل زي ما انتوا شايفين في التربو، وتعالوا بقى الدرفة دي فيها طبعا الباسكت وفيها الانبوبة، فطبعا انا مش عاملة من جوه لان هي مش محتاجة، ما فيهاش حاجة، يعني هغسل بس الدرفة كده، وبعد كده ايه من جوه، وبعد كده بقى نشيل الاستيكر اللي عليها من بره اهو يا بنات. قولوا بقى رايكم ايه في اللون الابيض اللي انا عاملاه دوت. بصراحه اللون الابيض عايزه اقول لكم ان هو بيوسع المكان، وبصراحه تانية بيخلي المنظر شكله حلو. فلو انت عروسه وبتفكري تعملي لون، فالابيض افضل حاجه وانسب حاجه. تعالوا بقى بعد ما مسحنا بقى الدرفه اللي فيها الباسكت وفيها الانبوبه، مسحناها من جوه وشلنا الاستيكر اللي عليها ولمعناها برضو من بره، تعالوا بقى نعمل الدرفه اللي هي بتاعت المنظفات. بصوا بقى انا فتحتها لقيت في ميه فيها، يعني نقط ميه كده على الخشب، فحسيت ان الخشب هيبوظ، فقلت لا لازم نعمل بقى عمليه انقاذ كده ليه، لحد بقى ما نشوف التنقيط اللي فيها دوت جاي منين. بصوا بقى جبت الكيس اللي هو دوت، كيس كبير كده، وقلت بقى قطعته كده نصين وحطيت ايه في الرف اللي فوق والرف اللي تحت بالشكل ده، وبعد كده بقى قلت بس عشان نحميه بس من ميه، وبعد كده بقى رصيت ايه المنظفات اللي فيها تاني. العلبه البيضه دي فيها سلك، والعلبه الزرقاء دي فيها مسحوق، والعلبتين اللي فوق بعض دول فيهم فوط المطبخ، وزي ما انتوا شايفين بقى كده البريل والباسكت اللي على جنب دوت اللي انا نزلته دوت ده فيه. بصوا عمالة اعدل واظبط فيه كده
ده طبعا فيه هي الحاجات المبيدات الحشرية، في دبان، في ناموس، في نمل، اي حاجة. فانا طبعا لميهم في باسكت لوحده، برضو كام ساحة درفة كده من جوه بالشكل ده، وبعد كده بقى نشيل الاستيكر بقى مع بعض يا بنات اهو كده. ميزة الخشب ده اللي هو بيجي بيبقى عليه استيكر كده، بصراحة بيحميه، ما بيتجرحش ولا بيتخربش ولا اي حاجة. بصراحة يا بنات انا ما كنتش هشيل الاستيكر دلوقتي، بس يلا ما فيش حاجة، ايه خسارة فيكم يعني، قلت لما اركب الاوكر بس يلا بقى مش مشكلة بالمرة، ادام في تنظيفات يبقى تنظيفات بالمرة. بصوا بقى العلب دي انا حاطة فيها الرفايع اللي انتوا بقى ممكن تتخيلوها كده، كرمة بتمسكها بترميها في الارض، فلمتها كده زي ما انتوا شايفين في العلب دي. والادراج كلها نظيفة على فكرة ومنظمة من ساعة ما جوزي ركب الوشوش ديت، فالادراج انا من ساعة ما عملتها بصراحة زي ما هي نظيفة ما فيهاش اي حاجة خالص. بس تشيل بقى الاستيكر كده بالشكل ده، وطبعا انتوا شفتوا ايه الادراج من جوه، انا وريتها لكم عامله ازاي، فكل درج كده منظم وفي حاجته. بس هنمسح بقى ايه الادراج من بره طبعا، ومكان ما بنفتح كده وهمسحها معاكم اهو بالشكل ده. لكن بصراحه المعالق منظمه فيها وكل حاجه احطها كده بنظام، علشان كده انا ايه ما عملتهاش معاكم، فاهمين قصدي يعني، ما رتبتهاش ولا حاجه لان هي مرتبه بس كده اهو. ده شكله بقى، بصوا شكله جميل جدا. تعالوا بقى بصوا انا عملت ايه في التربو، انا حطيت ورق فويل، والعلب دي انا كنت احطها في الرف اللي في المطبخ من فوق، انتوا شفتوها معايا في الفيديو اللي فات، لكن انا شلتها وقلت مكانها هنا كده افضل. دي مشروبات كده اللي هي نعناع مثلا، حلبة، ينسون، الحاجات دي، فحطيتها فوق كده بالشكل ده. نيجي بقى للدرفة اللي هي جنبها ديت، حطيت فيها الحلل زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده بقى رصيت الغطشان لوحدها، عشان انتوا عارفين بقى الغطشان بتبقى بصراحة أزمة. ورصيت بقى الدرفة دي كده بالشكل ده، حطيت بقى اسطواني من فوق كلها، وبعد كده بقى حطيت اطباق او اي حاجة تانية حطيتها من تحت اهو. بقى يا بنات تعالوا بقى نحط هنا كده، انا حاطة بصوا بقى الحامل اللي هو بتاع الدرفة ده، حاطة فيه المعالق اللي هي الكبيرة والحاجات اللي هي بتاعة الغرف والكلام ده كله. ايوه الدرفة زي ما انتوا شايفين كده، حطيت الصواني والبايركس والحاجات دي من فوق، وبقيت الحاجة من تحت. تعالوا بقى نعمل كده التلاجة. بصوا التلاجة هي نظيفة، انا كنت عاملاها قريب، فزي ما انتوا شايفين انا بس يعني هغسل الارفف كده، لان طبعا انا كنت لسه عاملاها قريب، فهي بصراحة نظيفة زي ما انتوا شايفين كده، بس انا قلت المحها كده ادام بقى بننظف تنظيف عميق، يبقى لازم ايه ما نسيبش اي حاجة في المطبخ خالص ونعملها على طول. تعالوا بقى، وقلت بقى كمان انا جايبه مفارش كده بتاع التلاجة، بس اشكال بقى رمضان وكده، فقلت بقى لازم ايه افرشها معاكم اهو. بقى يا بنيت هم 4 مفارش كده بيتباعوا مع بعض، بس بصراحه يعني بيدوا كده ايه بهجه رمضان كده، وبيخلوا بصراحه الواحد بيحس كده برمضان وفرحه رمضان وفرش رمضان اهو. بقى بعد ما خلاص بقى حطيتهم كده على الارفف، بدات بقى ارص العلب كده بالشكل ده. طيب عودي نفسك بقى لما يكون في تنظيفات، يعني تنظيفات عميقة، لازم يبقى عندك غدا، علشان طبعا ولادك هيجوعوا ويجي يقول لك احنا عايزين نتغدى، طب ما فيش غدا، طب انتي اصلا تعبانة طول النهار في المطبخ وعمالة تهلكي في نفسك وبتشتغلي، فطبعا ما فيش وقت ان انتي تعملي اكل، فلازم لازم يبقى عندك اكل. خلاص بقى بعد بقى ما رصيت التلاجة، تعالوا بقى نغسل التلاجة من بره، بس الاول هوريكم الفريزر. بصوا هي مرصوصة طبعا وزي الفل ما فيهاش اي حاجة خالص. هنغسل بقى التلاجة كده من بره غسلة عميقة كده، بس نخلي بالنا يعني لما نيجي نغسلها. بصوا انا بغسل وبمسح على طول عشان الشاشة الديجيتال ما تبص، لازم نخلي بالنا يا بنات من الموضوع دوت. هننزل بقى على الباب اللي هو من تحت، ونروح بقى غاسلينه كده مع بعض بالشكل ده. طبعا انا مسرعه الفيديو لان الفيديو دوت عايزه اقول لكم، الفيديو ده بنات مش هتصدقوني اقسم بالله 120 دقيقه. شوفوا بقى انا منتجت فيه قد ايه عشان خاطر يطلع لكم يعني 23 دقيقه، وكسوري كده منتجت كتير جدا. فيعني الواحد والله العظيم الحمد لله، يعني الواحد بيتعب، وان شاء الله انا عارفة ان المشاهدات عندي مش كتير واللايكات عندي مش كتير، بس ان شاء الله الواحد بيسعى وربنا يكرمه بإذن الله.
ادام الواحد بيسعى في خير ربنا يكرمه. حطيت بقى الاشكال الرمضانيه دي مع الاشكال التانية، بصراحه بتدي بهجه برضك حلوه كده. انا كنت شايلاها بعد رمضان، فقلت بقى لازم اطلعها كده واحطها على التلاجة. تعال بقى نخش كده على البوتاجاز، هنغسل الاول الحوامل بتاعته. انا طبعا كنت عامله عليه غدا فما غسلتوش بقى، وقلت ايه نعمله مع بعض يعني. وهبتدي بقى اغسل العيون بالشكل ده. بصوا يا بنات، العيون ديت حرفيا انا بوظتها، كانت الموني هي، بقيت ارش عليها بور وارش عليها الحاجات اللي هي بتاعت الاستانلس اصلا اللي ما تنفعش للالمونيا، فلونها غير كده معايا. تعالوا بقى، حطيت بقى، قلت بقى المره دي هغسل بوتاجاز بمسحوق اوكسي اللي هو البودر. بصراحة بصوا بيخلي الاستانلس حلو جدا يا بنات، وبيخليه يلمع بصراحة، فحلو قوي. فانا قلت كده بقى ايه هغسله معاكم كده، وتشوفوا كده الطريقة وتقولوا لي رأيكم ايه. تعالوا بقى نلم بقى الصابون بقى بعد ما غسلناه كده، ونشوف شكله في النهاية عامل ازاي. هتلاقوه بيلمع وحلو جدا. بصوا يا بنات بصراحة تحفة، ايه رأيكم؟ تسلم ايدي طبعا. استنى بقى طبعا تعليقاتكم الجميلة، لان بجد بجد انا طبعا مش بشوفكو، بس تعليقاتكو بصوا بتخليني كاني بجد عارفاكو بقالي سنين يعني. بجد ربنا يخليكو ليا وما تحرمش منكو ولا من ذوقكو ابدا. خلاص بقى يا بنات، خلصت بقى كده وحطيت كده الحوامل بتاعته. وتعالوا بقى نغسل كده القلاية كده الهوائية دي، نغسلها سريعا كده مع بعض بالشكل ده اهو بقى يا بنات. وبعد بقى ما بغسلها بالسبونشة وبروح مسحها كده، الم الصابون، بروح جايبه طبعا الفوطه اللي هي الصفرة دي واروح ايه مسحه بيها. تعالوا بقى نلم الاسلكه دي ونفض بقى الرخامه بقى، ونحط كل رخص الوان كده، ونتعك كده بقى الرخامه عشان نخليها معانا زي الفل اهو يا بنات. بصوا بقى النظافه بجد المطبخ بيفرق جدا لما بتمسكيه كده وتعملي عليه حملة نظافة، بيفرق جدا بصراحة في الشكل والريحة وكل حاجة. بدأت كده زي ما انتوا شايفين ألم في الصابون، وبعد كده بقى رحت لمعت كده ونشفتها وخلاص على كده، وهرجع كل حاجة مكانها. بصوا كل رخص الألوان بيخلي بصراحة الرخامة بتلمع حلو جدا. تعالوا بقى نمسح بقى بقية الرخامة. هنمسح الأول الستاند دوت، وبعد كده بقى نلمع العلبة اللي هي بتاعت الشاي والسكر والقهوة. هنلمع كل حاجة، ده فانوس ثاني طبعا الخشب الصغير دوت. هنبتدي كده بس ننزل اي حاجة على الرخامة، وبعد كده بقى نحط كل رخص الوان ونروح ملمعين. طبعا الانسة كارما مشرفاني ومنوراني على الرخامة، قعدت تعيط تعيط لحد ما حطيتها فوق كده. بس خلاص بقى لمعت كده الرخامة، وهرجع بقى كل حاجة مكانها زي ما انتوا شايفين. بصوا طبعا بجد الدنيا بقت زي الفل اهو بقى يا بنات. هنعمل بقى الكاتل كده، هنغسله من بره بالشكل دوت، وبعد كده اروح مسحه كويس. لان بصوا في ناس بتغسل الكاتل ده تحت الحنفيه بصابون، انا بخاف جدا اعمل الحركه دي، ما اقدرش اعملها يعني، بخاف قوي يعني. بصوا اخاف حتى يعني، هما اتفرجت على كذا واحده بتقول لك ايه انا بغسله وبسيبه كده يومين وما شغلهوش. طب انت ممكن تيجي تشغليه ما تلاقوش اشتغل اصلا، تلاقيه باظ، تلاقي الزرار اللي هو بيشغله ده اصلا باظ. فلا انا بصراحه ما اقدرش اعمل حركه زي دي. وبعدين يعني الكاتل دلوقتي ما بقاش رخيص، انا ده كنت جايباه ب 400 جنيه من كام شهر، فدلوقتي رافعه شويه في سعره طبعا من ساعه الحاجه ما غليت، فانا طبعا ما اقدرش اعمل الحركه دي. بس انا بغسله من بره كده، ومن جوه بحط كده بتاع ده خل، وبحط كربوناته ملح ليمون، وبغسله كده شويه على يغلي كده غلوه او التانية. وبعد كده خلاص بعد كده بحط ميه نظيفه واشطفه، واحط ميه تانية تغلي نظيفه برده واروح دلقاها، وبعد كده بستعمله عادي جدا بس كده. لكن انا بصراحه ما اقدرش اخاطر ايه بحياه الكاتل واعمل الحركه بتاعه الغسيل تحت الحوض دي، تحت الحنفيه سوري. بس خلاص بقى يا بنات، كده بقى خلصت الرخامه. تعالوا بقى نرص كل حاجه ونرجع كل حاجه مكانها، ونرجع بقى الكوفي كورنر بتاعي الصغنون دوت زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى كده رصت كل حاجه مكانها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. خلاص كده تعالوا بقى، فاضل بقى حاجة كده أخيرة هنعملها في التنظيفات، وهو الرف بتاع التوابل ده.
هنبتدي نمسحه كده، وبعد كده بقى نلمع برضو البطرمانات بتاعت التوابل ونرصها تاني زي ما كانت بالظبط. خلاص بقى انا مسحت الارفف كده، هبتدي بقى ارص التوابل كده زي ما انتوا شايفين. هي نضيفة طبعا ما فيهاش حاجة، بس انا ايه لمعتها بالفوطة كده بس مش اكتر، ورجعتها مكانها تاني. وهنا برضو نفس الكلام اهو بالشكل ده. طبعا لما اي برطمان عندك يفضى بتاع توابل اغسليه على طول قبل ما تحطي فيه التوابل الجديده، فاهمين قصدي؟ يعني قبل ما تفضي التوابل الجديده تغسلوها. تعالوا بقى يا بنات نخش على الحوض كده، علشان كده بقى يبقى فنشنا المطبخ من كل حاجه. هناخد بقى اي حاجه على الحوض بقى عندك مش نظيفه هتتغسل، وحتى لو نظيفه برضو هتتغسل. انا اول حاجه بس غسلت كده زي ما انتم شايفين، غسلت المساحه الصغيره اللي كنت بلم بيها الصابون، ومسكت بقى الديسبنسر اللي هما الاتنين الصغيرين الازاز دول برضو يعني هغسلهم كده. وبعد كده برضو الكيس اللي هو فيه العلب اسمه ايه الباسكت الصغير اللي انا بحط فيه الكيس ده على الرخامة، في اي حاجة بقى في ايد الولاد، فتافيت، بواقي اكل كده في الحوض صغيرة كده بحطها ايه في الكيس اللي هو بيبقى في الباسكت ده. بصراحة حلوة جدا، وبصوا يعني بينضف لك الدنيا كده. واي بواقي حاجه عندك ملهاش لازمه او خلاص هتترمي مثلا، او حاجه مثلا يعني عظم شوك، الحاجات اللي هي يعني بتترمي على طول دي انت بتحطيها في الكيس وبتربطي الكيس وبيبقى معاكي بصي زي الفل، اللي مفيش ريحه بقى كمامه ولا اي حاجه عندك في الباسكت. انت بتحطي الحاجه في الكيس الصغير اللي انا بصه انا حطيته اهو كيس نضيف، يعني شلت الكيس التاني اللي كان فيه الحاجات اللي هي اللي مش عايزاها وربطته ورميته في الباسكت، ومسكت بقى كيس نضيف وحطيته كده. بصراحة بيبقى حلو جدا وما بيخليش في ريحة للباسكت خالص. بس تعالوا بقى بعد ما خلصت بقى خلاص الحوض كده وخليته بيلمع وخليته زي الفل وبقى فل شمعة منورة، تعالوا بقى نمسح الأرضية كده بتاعة المطبخ، عشان كده يبقى خلاص بقى كل حاجة بقت معانا تمام التمام. وفرشنا سجادة كده، وتعالوا بقى ناخد جولة في المطبخ بعد ما خلص. هنقول بقى بسم الله كده، يلا يا جماعة كده سموا بسم الله كده وخش برجلكم اليمين زي ما بيقولوا. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يا بنات اللايك، اهم حاجة اللايك اهو. بصوا خلاص بقى زي الفل ازاي، ايه رأيكم بقى يا بنات؟ والفرن وكل حاجة بقت فلة شمعة منورة. بصوا بقى الرف اللي فيه الكنك دوت، حطيت بقى توابل كده وشلت بقى العلب التانية وحطيتها في التربو اهو. ده شكله بصوا طبعا بيلمع كده ونور معايا، بصراحة بقى حلو جدا. بصوا ايه رأيكم بقى في النظافة؟ تعالوا بقى نشيل الايه الشوك دي شوك على فكرة يا بنات مش معالي، ننقلها في الجنب ده كده، عشان ايه حسيت ان هي في الجنب التاني كده مش مريحة بصراحة، فكده احلى. خلاص بقى كده، ودي كده طبعا القلاية بعد ما نضفناها كده من بره بقت زي الفل، والكوفي كورنر بتاعي الصغنون اهو. وكده خلاص بقى الفيديو النهاردة خلص، يا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه وطلعتوا منه حتى لو بمعلومة صغيرة، والحط بقى زي الفل. ما تنسوش بقى يا بنات تعليق كده حلو على ذوقكم تشجيع ليا، وطبعا عايزة لايكات كتير. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.